السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت ندير معكم تيشة ولا سايكوك. مهم نفس الطريقة اللي عنديرها بالنسبة لسايكوك هي اللي تقدر تدير بالنسبة لك. نطيبوها بلحم الراس، بالخضرة، في البرد. مهم أول حاجة عنديرها، أنا درت هنايا أكثر من نص كيلو، غنفزقها مزيان، غنغسلها من هذيك النشوات ديالها. المهم اول حاجه شكرا لكم بزاف، شكرا لتشجيعاتكم، زعما الصراحه التعاليق ديالكم زوينه اللي كتخليو ليا. نتمنى نكون عند حسن ظنكم، وانايا كنشارك معكم اي حاجه كنديرها، اي حاجه كنتشهاها كنشاركها معكم. المهم انايا دابا نتوما كيف كتشوفوا فزقتها، ونحاول نخلطها مزيان هكايا حتى كيطلع داك الشيء ديالها كامل، هذاك النشوات ديالها. ها نتوما شوفوا كيفاش كيبقى الماء، وعنكفحو رجع معاكم. المهم ها نتوما كيفاش شفتوا، كفحت الماء الاول، نزيد الماء الثاني، وغنبقى ندير لها بحال هكايا باش كتغسل البلبوله مزيان ديالنا. المهم انا اختاريت البلبوله ميديانه، يعني في الوسط، ما رقيقه ما غليظه، يعني اللي اختاريتها. يعني نفس الطريقه اللي غندير معكم دابا باش نفورها على حسب سايكوك، لان كتعرفوا دابا الوقت ديال الصهد، يعني كتجينا سايكوك بزاف وكيعجبنا. المهم ها نتوما ها هو، شوفوا كيفاش بيض على واحد الماء الثاني. غنزيد نكب عليها هنا الماء، نغسلها المره الثالثه. كيف كتسمعوا رانا كنغسل فيها، لان انا كنبغي نبقى نغسلها ماشي حتى الماء يخرج ماشي بيض، ولكن نحاول ما امكن نحيد منها كلشي، داكشي النشا ديالها، داك الطحين ديالها. المهم كيف كتشوفوا غسلتها ثلاثة الخطرات غسلتها. المهم دابا اش غندير، غنخويها هنا، غنخليها تشرب هاد شويه الماء اللي بقى، غنخليها واحد 10 دقائق تشرب هاد الماء، وغنرجع معاكم. بينا مني دازت 10 دقائق، كيف كتشوفوا الماء اللي شرباتو هي هذيك، والماء اللي بقى صفيتو هكايا، درت ليه على هاد الطريقه وخليته تهبط الماء وحيدته. المهم دابا اش غنديرو، غندير الملحه، هاد التفوار غيحتاج غير الملحه والزيت البلديه. هادو راه معلقات صغار كندير، وغندير علاين الزيت البلديه، غندير علاين ها نتوما انا كندير بيديا هكا جوج معالق كبار ديال الزيت البلديه. صافي، وغنحاول نلبس كلشي، البلبوله ديالي ولا التيشه ديالي نلبسها. انا اول مره كنصاوب التيشه ديال الكسكسو، اول مره عنا نفورها، اول مره في حياتي كنفورها ديال الكسكسو ديالنا ولا ديال السميده. المهم ها نتوما يا، وفي نفس الوقت انا راه مخليه الماء كيطيب، درت الماء كيطيب، ونخليها على هذا الشكل تتشرب ليا الزويته والملحه. غندير لها هكا باش تدخل هذيك الملحه هكايا. وغنقول لكم واحد تروكو تقدروا تبقاو ديروه، الكسكاس ديالكم، الكسكاس اللي غديروا فيه، اللي غتفوروا فيه، سواء تفوروا فيه الكسكسو ولا 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 التيشه، حاولوا ديروا له الزيت البلديه، زيت الروميه، غير شويه دهنوه به، ودهنوه كامل هكا، دهنوه كامل. عرفتي علاش؟ باش ما تلصقش لكم البلبوله فيه ولا الكسكسو.
دهنوا على هذه الطريقه كامله باش من بعد حتى حبه ما تبقى معذباكم ويتشتت لكم كل شيء. المهم عندي على هذا الشكل، ناخذ واحد الطبسيل لان نفرشوا المهم ندير هكا، ما بقيتش على يديا مع يدي مسخه بالزيت ما قدرتش. المهم ندير هكايا وندير البلبوله ديالي، ندير هكا وندير البلبوله ديالي باش نفورها. والتفويره الاولى غنخليها من 20 دقيقه حتى نص ساعه. هكا شكرا لكم بزاف، كما قلت لكم قبل شكرا للناس اللي دخلوا معايا جداد، شكرا لهم، شكرا للتعاليق ديالهم، شكرا للمساعده ديالهم. كنتمنى الناس اللي عاد دخل معايا اول مره وعجبها هذا الفيديو دير لي مشاركه ودير لي تعليق. المهم عندي راه التفور هكا وغنخليها من 20 دقيقة حتى 30 دقيقة، ومن بعد رجع معكم باش تشوفوا شنو طرا. دازت نص ساعة هانتوما كيف كتشوفوا، غناخد واحد المغرفة، هذه هي التفورة الأولى، هذه التفورة الأولى ديالو. ضروري تخليوه نص ساعة باش كيفور مزيان، من 20 دقيقة الفوره الاولى حتى هذا. ها نتوما كيف قلت لكم ما كيلصقش كاع، ما كيبقاش لكم هذاك الكراكب ديال ملي كدهنوها بالزيت، ما كيبقاش لكم الكراكب وما كيقصحش. ها نتوما ما كيلصقش بزاف، ماشي بحال ملي كيلصق نتوما عارفين. هكا كنديروها هكايا وكنبدا نبرد. ها نتوما ها نتوما كتشوفوا الحبه يعني راه محلوله، طليت على البرمه باش نشوف راه هذا هانتو. بهذه الطريقه كنبقى نحل كنبقى نبرد. اصلا شوفوا يعني ملي كتغسلوها بالماء ثلاثه الخطرات وتخليوها واحد 10 دقائق باش تشرب هذاك الماء، وعاوتاني عاد تزيدوا تصفيوها، يعني بحال اللي كديروا لها نص ديال الطياب. هانتوما كتشوفوا شوف يعني محلوله. دابا اش عندي ليها؟ دابا عرشها بالماء، عرشها هكا، ما تخافوش منها، عطيوها الماء لان البلبوله هانتوما عارفوها هكا. وكنزيد نبرد حتى كتشرب لي داك الماء. غنقص على البوطه هنا حتى تشرب لي الماء ونرجعها. هانتوما بهذه الطريقه كنحلها كامله، كنحلها وكنبردها وكنخليها حتى تشرب الماء اللي سقيتها به، عاد كنردها تفور الفوره الثانيه. كندير لها ثلاثه الفورات، الفوره الثانيه غنخليها عاوتاني 20 دقيقه. ها هي كتشرب الماء كامل اللي رشيتها به، تقريبا نص ديال هاد القرعه ديال الماء. كنخليها تبرد واحد 10 دقائق ولا 6 دقائق على حسب منين البلبوله، لان كل بلبوله والماركه ديالها. المهم غنخليها ومن بعد انا رجعت معكم. ها نتوما كتشوفوا ها هي بردات وشربات شربات هذاك الماء اللي سقيتها به كامل. انا دابا بحال التفوره الاولى هذه، ها نتوما كتشوفوا فيها. ها نتوما دابا هي شنو ندير، نرجعها باش تفور التفوره الثانيه. ديما التفوره الاولى كنخليوها 20 حتى 30 دقيقه، ومن بعد ملي كنرشوها بالماء كنحلوها مزيان ونخليوها حتى تبرد وتشرب هذاك الماء. ها نتوما كيف كتشوفوا، ها
وبالنسبه الا بغيتوا ديروها من بعد لا شاط ليكم وبغيتوا تحتفظوا فيها في المجمد كديروها في المجمد، ومني كديروها في المجمد نهار كتبغيو تجبدوها كتخليو حتى كيطرخا عاد كتفوروها صافي، وبحال اللي عاد درتوها جديده. المهم دابا غنقطع معاكم باش ما نطولش عليكم الفيديو، ومن بعد نرجع معاكم منين درت التفويره الثانيه. المهم كيف كتشوفوا هذه هي التفويره الاخرى، ها نتوما كتشوفوا شو شحال عطات لانها هي مفوره مزيان، ثلاثه التفويرات. المهم دابا غنحلها، دابا غنبردها ما نرش لها ما لا والو، غنبردها صافي وغنغطيها وغنخليها حتى تبرد. الناس اللي باغيين يحتفظوا به في الكونجيلاتور راه قلت لكم احتفظوا به منين يبرد. ها نتوما شوفوا الكسكس ملي كدهنوه بالزيت ما كيلصق فيه حتى حاجه وما كيكرمش فيه الكسكسو، سواء الكسكسو ديال الطعام ولا سواء ها نتوما كلشي كيهبط وما كيكرمش فيه. المهم دابايا اش غندير، غنخليها حتى تبرد. ها نتوما شوفوا كي دايره كلها محلوله، يعني ما معقده لا والو. ها نتوما دابا صافي غنخليها تبرد باش ما نطولش عليكم، وغنرجع معاكم منين تبرد غنوريكم. ها نتوما غنخليها هكا باش تبرد، ها نتوما هي محلوله كامله محلوله، سواء بالنسبه للناس اللي عاد ديرها سايكوك او الناس اللي عاد ديرها كسكسو. قلت لكم انا اول مره كنفورها ما كنعرفش نفورها، ولكن الحمد لله ربي ما حشمنيش. كنتسنى الراي ديالكم وشكرا لكم بزاف، شكرا للتعليقات ديالكم، شكرا لكم. واللي يدخل معايا جداد ما ينساوش ابوني، وما ينساوش التعليق سواء كان سلبي ولا ايجابي ولا شي نصيحه، كلشي كنتقبلو حقاش حنا ديما كنبغيو نتعلمو الجديد، ديما نبغيو نستافدو من الناس اللي كيعرفو، الناس اللي قبل منا، الناس اللي كبر منا. المهم دابايا هذا هو الشكل ديالها، دابا غنخليها تبرد ومن بعد غنوريكم الزليفه اللي غنديرها فيها مع اللبن. وصلنا لنهايه الفيديو، المهم ها السايكوك ديالي اللي انا تهيتو هانتومايا. شنو غنقول لكم، الى فيديو مقبل ان شاء الله، وما تنساونيش بلي لايك ديالكم بلي زابوني وتبارطاجيوني وتقولوا لي لحقاش انا اول مره كندير التيشا، وتقولوا لي الراي ديالكم بصراحه. وكنشكركم بزاف بزاف، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.